اليوم يعني اكس 1 ان 1 مصطفى صاحبي وخويا وعزيز عليا. الفيديو الاول تاقته عيرته، من بعد درت فيديو تسامحت معاه الناس الله يهديهم، لا بليبار ديال الناس شدوا الفيديوهات لصقوهم واعتبروني منافق. الوغ الحقيقه انا اليوم جيت لهذا العرس باش نفرح مع خويا مصطفى، لانه ولد الشاب، ولد باب الله، دري قلبه بيض، فيه دار بعفويه، وربي جزاء على الدنيا ديالو. واليوم انا فرحان وكنأكد كاع دوك الناس اللي تداولوا داك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بانني انا منافق ومتناقض. كنقول لهم انا ماشي منافق وانا ماشي متناقض، انا والله العظيم العزيز علي داك السيد، وغلطت في حقه المره الاولى، وانا بني الضمير ديالي، وانا جيت باش نتسامح معاه. وانا اليوم كل سعاده وكل في هذه الاجواء اللي كيحضروا فيها ناس اللي جاوا من جميع الفنانين ولاد الشعب اللي جاوا، ولقينا ترحاب كبير هنا في مدينه سلا. تحيه للارقام الالكترونيه. في الاخر كنقول لكم مصطفى اكس 1 ان 1 راه عزيز وعزيز وعزيز بزاف. في الاول قلت راه كاينين المواهب، قلت راه كاينين المواهب اللي احسن منه، يعني يسهلوا البوس، يسهلوا الشهره، خصهم يطلعوا. قلت كاينين الناس اللي يسهلوا، خصهم هما الاولين يطلعوا. الوغ هو فاش بان لي دار البوس قلت هذا ما يستاهلش. الوقت اللي عاود شفت لي فيديو ديالو وعاودوا لي عليه الناس، ندمت وتراجعت على الراي ديالي، وقلت حشومه وحشومه وحشومه، هذا السيد يستاهل، ولد الشعب. ومشيت للكارتي ديالهم، كارتي كوبا، مقربه من الحسن الثاني، اقسم بالله واحد الترحاب اخويا كبير 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 بزاف. كنبغي نشكر ولاد دربهم اللي فرحانين ليه بزاف، واللي كيهتهتوا مصطفى مصطفى اكس 1 ان 1. و يعني وصلت بانه ذاك السيد ما يستاهلش نهائيا المعيور، والله العظيم ما يستاهلش المعيور، لانه ولد الناس وضريب. وتراجعت على القرار، والدليل هو انني في الفيديو الثاني ما قدرتش نقول لي راه درت الفيديو الاول، حيت ما شافوش، هما ما شافوش. كون شافو يعني كون شافو الفيديو الاول انا قلت غيقدر يكعي عليا، وعيط ليه غو البارح، قلت ليه مصطفى انا هو في لبنان، قال لي درتيها بيا، قلت ليه لا ما درتهاش بك، ندمت اقسم بالله. الا قال دغيا 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 قال لي انا مسامح لك، مرحبا خويا، انت خويا وانت حبيب ماشي مشكل، مرحبا بك في العرس، وشكرا لهاد القناه. وكنقول للشعب نتمنى كاع الناس اللي شافوا ذاك الفيديو لانني متناقض ومنافق، انا والله تعزيز عليه مصطفى، واللي نتمنى تشوفوني مباشره باش تعرفوا ان السيد ماشي منافق، وانه طيب، ماشي كنشكر راسي، طيب والحمد لله قلبي بيض وعندي العفويه بحال داك السيد. وحنا ومصطفى كنتمناو ليه الذريه الصالحه. وشكرا شكرا شكرا بزاف.